احمد حبيبي، خير يا وش الخير؟ انا بحبك قوي. بتعمل لي كبده؟ طبعا انا احسن واحد في مصر بيعمل كبده، واحسن واحد في مصر بينقي كبده. الجزارين اول ما بيشوفوني داخل بيتخضوا، بيتنفضوا، بيترعشوا، يقولوا لا 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 احمد جاي، نقي له احسن حاجه. هبيرك بنزل الجزار بشوف فيه احسن حته بدون قشره بدون جلده بدون سم. بصي بيطلع بينقي لي حته عبق فلتو. ما تقوليش دي كبده. هو انا ليه بتكلم على نفسي كتير؟ معقول يا احمد الجزارين بيخافوا منك؟ مش عايز اقول بيخاف، بيحترموني لاني انا خبره في التنقيه. محدش يقدر يغشني، محدش يقدر يضحك عليا، انا ليا بصمه. هنزل بقى اجيب لك كيس الكبده واتفرجي على اللي هيحصل فيه. هتدوقي احلى كبده في مصر. انا اللي علمته ازاي ينقي الكبده المظبوطه الحلوه. بابا هو اللي معلمني كل حاجه. كل حاجه. تعملي حسابك ان ما كانتش مظبوطه 10 على 10 هنضرب الطبق في الوش. الله عليك. الله اكبر. الله خلي اكبر. خلي بالك. يقدر يحط لنا قشره؟ لا ده القشره دي تتشال وتترمي في الزباله. يقدر يحط لنا دهنه؟ ولا الهوا. يقدر يدينا يغشنا؟ ولا يقدر يدينا كبده كمان. لا يدينا كبده. لا 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 انت طلعت جامد قوي. يعني ما نطلبش من مطعم سندوتشات كبده؟ نجري وانا موجود. انت بتشمينا كده يا رنا؟ عيب. ده هذا الشبل بيتذكر اسد مش قطه. كبده بقى 100 100. هي الكبده مالها سودة كده؟ بتضحك علينا ولا ايه؟ عيب يا ابني، مش احنا اللي نضحك علينا، دي كبده حمار. يا صحيح مسودة ليه كده؟ كبدة حمار. لا نضحك علينا. اوعى تقول لرنا حاجة. اوعى تقول لرنا حاجة. قاعدة تقول هذا الشبل من ذكي الأسد، لا طلع لا شبل ولا أسد، طلع قطة. أمال فين الغدا؟ أنا رأيي اطلبي دليجري أحسن. صح؟ أنا رأيي اطلبي الدليجري أحسن. دليجري 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 هيجيلك ويجري.